مأتم الأنبياء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. حظيت شهادة الإمام الحسين عليه السلام بعناية إلهية خاصة جداً، بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فتعاطفوا وتفاعلوا معها وظهر منهم المواساة، ورفعت أرواحهم أحر العزاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن أمام جملة من روايات نقلت لنا ذلك، نتأملها ففيها ما يكسر القلب ويبكيه ويجري عبرات النفس ودموعها الساخنة. موسى عليه السلام. وروي أن موسى عليه السلام كان ذات يوم سائرا ومعه يوشع بن نون، فلما جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله وانقطع شراكه ودخل الحسك في رجليه وسال دمه، فقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فأوحى الله إليه أن هنا يقتل الحسين وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدمه. فقال: ربي، ومن يكون الحسين؟ فقيل له: هو سبط محمد المصطفى وابن علي المرتضى. فقال: ومن يكون قاتل؟ فقيل: هو لعين السمك في البحار، والوحوش في القفار، والطير في الهواء. فرفع موسى عليه السلام يديه ولعن يزيد ودعا عليه، وأمن يوشع بن نون على دعائه ومضى لشأنه. وهكذا أخبر الأنبياء عليهم السلام، وأخبروا بشهادة الإمام الحسين عليه السلام، وصاغوا لنا الأخبار في ذلك، حتى لو بطرحهم سؤالاً يكشف جوابه عن قصة الشهادة العظمى لسيد الشهداء عليه السلام.